According to the latest edition of the GECF Global Gas Outlook, natural gas demand is expected. حسب التقرير أو توقعات المنتدى فإن الطلب على الغاز الطبيعي سيتزايد بنسبة 43% فوق 2050 وإن حصة المزيج الطاقوي من المرتقب أن تصل إلى 23% اليوم و 26% فوق 2050. ففي الواقع أن العصر الذهبي للغاز الطبيعي أمامنا وليس وراءنا ولاستجابة طلب على الغاز الطبيعي فإن الاستثمار مهم بمكان ومن المرتقب أن يصل إلى 9 تريليون آفاق 2050 إن الدعوة إلى وقف الاستثمار في الغاز الطبيعي هي دعوة مضللة